امبارح كان آخر اتصال معي الساعة كان 11 بالليل، بحكي لي ديري بالك حالك وعلى الأولاد. بحكي له تامر بس انت رح ترجع الدار صح، رح تنحل. بحكي لي احكي يا رب، اللي الله مع الله عمره ما بنساه، واي اشي بدي اعمله اي اشي بدي اعمله اصحى تزعلي، انا ما بعمل شي غلط، نيتي لرب العالمين، وطول ما في رب انت ولادك ما رح تضيعوا، وإن كان الله بدي يرجع لي أرجع مش غلط برضه. قال لي برجع أحكي معك وبرجع شوي. صار صوت انفجار بالبلد. قالوا أول شيء عن شرقة، هذا الطخ مش هون، قلت طمنت شوي يعني مش بالبلد هون. بعدين قرب صوت طخ قريب علي. اسمع أنا حسيت أقسم بالله العظيم بقول لك كأني شايفة تامر قدامي لفلف، كأني شايفة شيء، ألف وجه أقول لا مستحيل. يجيني الوجه الثاني تامر بالسما، وجهه هيك بالسما، بحكي لا مستحيل تلخميش بعقلك يا شيماء، اكيد تامر منيح. ارن على تليفونه اقول له بحياتك رد علي، تليفوني طافي. ابعث له على الواتساب ارن له احكي له يا من وتيت اشتاقوا لك رن علينا، طفى تليفونه ما رد علينا. ارن على الكل، الكل صار يرن علي، عرفت انه تامر صار له شيء. نزلت على المستشفى تعبت، ونزلت على المستشفى له أخوي بيحكي لي نياله تامر لقوه عند ربه أحسن منا جميلة. بقول له تامر استشهد يعني؟ اللي بيحكي لي أحسن من منك ومني كلنا طلع عند رب العالمين أحسن منا جميلة، زعليش. الحمد لله رب العالمين، تامر مش أول واحد ولا آخر واحد، وأنا رح استنى لآخر يوم بعمري، ورح اتزاحم انا وسيدنا محمد، ورح افوت عند تامر واقول له هيني ربيت لك اولادك كيف ما بدك، وصيته الي حفظهم القران، رح احفظهم اياه ادرسهم واعلمهم، بدي افني عمري من 20 سنة لاخر العمر بس لاولادي، بدي استنى تامر لانه تامر بحبني وانا بحبه، انا وتامر عن كل الدنيا اخذنا وعد، ورح أحبه وظلوا حبني ورح نظلنا عوعدي. بل شوي ودعته وعدته قلت له ولادك بعيوني